لا الحسين انتزعه انتزاع، شوف عظمته بعد ما اكتفى، يريد يسوي مراسيم خاصة لروحية علي الأكبر. جو يا زينب تعالي خيمة السجاد، دخل مغشى عليه، ما قال مغشى عليه خليه، لا لا لا، قال أخي يا زينب أوقظي إمام معصوم حتى يودع منه علي السجاد. ففتح السجاد عينيه فرأى الحسين، قال عم زينب أقيميني، هذا ابن رسول الله حاضرا عندي. شوف عظمة الحسين، الإمام السجاد مو يمضي له فقط أنه أب، لا لا لا، تبقى مكانة الخمسة مكانة أعلى من 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 التسعة سلام الله. قال لا لا قاعدين، حتى لو مريض لا لا ما أقدر وأنا مضجع، لا 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 لا, لا أبدا، أقيميني، هذا ابن رسول الله حاضرا، أقرب الناس إلى رسول الله بعد الأربع سلام الله يعني. تقول الرواية ثم التفت الحسين إلى علي الأكبر، انزل انزل ودع أخاك السجاد. صور المشهد، نزل 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 علي الأكبر وضم السجاد إلى صدره، سجاد متعب بأبي وأمي، مرض ماخذ منه مأخذة كبيرة، رفع عيونه إلى أخوه، قال لي أخي لماذا تودعني ايش صاير؟ قال إنه الفراق يا أخي، أنا رايح إلى المعركة. تقول الرواية فأخذ السجاد يضطرب حتى أغشي عليه في صدر أخي علي الأكبر، وزينب الطالع، وإذا بالحسين نزل واحتضن الأخوين. وشوف شلون زف إلى المعركة بطريقة مهيبة وغريبة وعجيبة، أرباب المقاتل والرواية تقول خلاه يصعد على صهوة فرسه وأمسك لجام فرسه واليد الأخرى على وين؟ على شيبته المقدسة، وهو يتلو هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني هذا حجة مصطفى. ثم التفت إلى معسكر ابن سعد ونادى: يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك. بعد ما بردت حرارة الحسين قال: وسلط عليك من يذبحك على فراشك عاجلا، ونزل علي الأكبر. خلينا نشوف بعض المشاهد، اسمع التفت ليها. نزل علي الأكبر، شوف تشبه بالخمسة، ها نزل بأبي وأمي وخاض في أوساطهم حتى تعجب القوم، وقال قائلهم: والله هذا علي بن أبي طالب خرج من قبره لنصرة ولده. لما شاف إنكارهم أخذ يعرف بنفسه: إني علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. سكينة تقول واقفات نحن أمام الخيمة ونطالع، ها نطالع بطولات علي الأكبر في وجه أبي الحسين، أنا وعمتي زينب وأمه ليلى، والحسين متهلل وجهه: ولدي ذكرتني بحملات أبي أمير المؤمنين. شوي وإذا بالحسين قد تغير وجهه، وإذا ليلى تنزل على رجل الحسين: أبا عبد الله انقبض قلبي، أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا لا يا ليلى، وإنما برز إليه من يخاف منه عليه. أقول ليس لأن بكر بن غانم أشد بطولة من علي الأكبر، في مفارقة، بكر بن غانم مدرع بالحديد مرتوي مشبع معه ألوف، أما علي الأكبر ثلاثة أيام ما شرب ماء. وحيد فريد بأبي وأمي. قالت: إذن أبا عبد الله أنت إمام معصوم مستجاب الدعاء. قال: لا 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 أحرك ساكن اليوم، لكن سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في أولادهن مستجاب. نرجع كلنا ويا ليلى، ها وعندنا نساء فاقدات والهات، ها نواسيهم مع ليلى. ها رجعت إلى خيمتها،
ليلة رجعت لله والقلب لهفان تنادي يا إلهي بحرمة العطشان علي الأكبر وحيد بخطة الميدان أريدك سالم تجيب إلي الحين. انجل غبار المعركة ورجع علي الأكبر وقد جدل بكر بن غانم ووقف أمام الحسين أبا عبد الله. إذا رجع الجندي منتصر ألا يعطيه القائد جائزة ووسام؟ قال بلى بني. أي وسام تريد؟ ها؟ قال وسام ها؟ ليس وساما غاليا، ليس وساما ثمينا، ماذا تريد بني؟ القطرة مي الكبدي أتروى ورد للميدان وحدي يا ابويا انفطر قلبي وحاق جدي العطش والشمس والميدان والحار. يلا وياي. ها قال له ضمه الحسين بأبي وأمي قال له الآن تلقى جدك رسول الله يسقيك بكأسه الأوفى، لكن بني ادخل على أمك لا تفارقها الحياة. دخل أمها أنا سالم وقفت متهللة الوجه ضمته إلى صدرها. جلس معها هنيئة بينما هما كذلك وإذا بمنادي القوم ينادي أين أبطالك يا حسين؟ والحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا؟ أراد يقوم علي الأكبر تشبثت بأذياله قال لها أمه دعيني غدا تأتي أم البنين برأس عمي العباس إلى جدتي فاطمة وتأتي رملة كما أخبرنا برأس القاسم حتى الرباب تجيب رأس عبد الله الرضيع. أمه بمن تأتين أنت؟ قالت لي بني أنت غالي لكن أباك أغلى، هذا إمام معصوم، إنما تشبثت فيك حتى أرى شمائل رسول الله شمائل أهل الكساء، امشي أمامي. يا ابني عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاة وفعاله ومن الحسن عمك يا بعد اهلي نواله وقصر العمر من فاطمه والابا من حسين. يلا يلا زفه الزفه الاخيره الى المعركه. الروايه تقول ها اخذ يهرول الحسين مع علي الاكبر وهو يقول ولدي علي سلم على جدي رسول الله، سلم على أبي علي، سلم على أمي الزهراء، سلم على أخي الحسن، قل لهم خلفت أبي الحسين وحيدا في كربلاء. وما هي إلا ساعة ها عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس. أنا بسأل سؤالين يا عزيزي حتى نختمها ها؟ لما وقع علي الأكبر شنو يقول أرباب المقاتل؟ صرخ ماذا؟ ها؟ عليك مني السلام أبتا حسين اللي عطشان ثلاثة أيام وداخل حارب ها؟ ودماؤه وفمه مختلط بالتراب والدم يقدر رفع صوته لو لا؟ ما يقدر رفع صوته. شنو وصل صوت علي الأكبر إلى الحسين عجل؟ كيف وصل؟ ها؟ أنت تقرأ في الزيارة أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. سمع سمع الحسين سمعها سمع. يقول يقول حميد بن مسلم رأينا من الحسين عجبا جاء بحصانه منقض لما وصل محاذات علي الأكبر ما نزل وإنما أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على صدر علي. وهو ينادي على الدنيا بعدك العفا. ما ارتفع نحيب الحسين ابدا الا في هذا الموقف الا في هالموقف. ها تقول الروايات زينب في الخيمه مع العليل واذا تسمع نحيب الحسين في عمق المعركه
يعني لهالدرجة خيم الصمت على العسكر حتى يوصل نحيب الحسين. تقول الروايات فأيقظت علي السجاد، بني علي أسمع نحيب، أصاخ السجاد وإذا يسمع صوت أبوه الحسين وولده هو علي، قال عم زينب أدركي والدي الحسين. يعني شنو أدركي والدي الحسين؟ يعني الحسين وصل إلى مرحلة عالية من العشق لعلي الأكبر حتى كأنما روحه تريد أن تزف روح علي الأكبر إلى العالم الآخر. رواية تقول احتضر الحسين في هذا الموقف، احتضر الحسين بأبي وأمي، أدركي والدي الحسين. فلقد تمدد بطول أخي علي الأكبر، أرباب المقاتل يجمعون يقولون بينما الحسين عند ولده إذ خرجت من بطنان المخيمات امرأة جليلة القدر واضع 10 أنامل على رأسها تنادي وان ولداه هو علي. يقول سألت اللي جنبي حميد بن مسلم هذه من هي أم ليلى؟ قالوا لا هذه عمته زينب. شوف غلاوة علي الأكبر، شوف عظمة علي الأكبر، لكن لما طلعت زينب قام الحسين ورجع رأس علي الأكبر إلى التراب وهرول إلى زينب. بنيته أخي زينب تخرجين وأنا حي؟ قالت أبا عبد الله لا تلمني، أول مرة أسمع منك هي الكلمة وأنت تنادي على الدنيا بعدك العفا. رجعها إلى المخيمات ورجع إلى علي الأكبر، شافه مقطع، ها ما تحمل يشوف جمال رسول الله أمامه مقطع، من قطع وصالك بسيفه يا علي يا بعدك على الدنيا العفا، فرقاك شيا شيبتني يا ابني وخليت القمر ما يفطر. يلا انقلك الى الصورة الاخيرة. الحسين عليه السلام احتضن علي الاكبر ورجع الى المخيمات. انت تتصور زينب لما استقبلت الحسين وهو حامل علي الاكبر وين كانت الطالع؟ وجهها وين؟ عيونها وين؟ كانت عيناها مركزة على صفحة وجه الحسين تريد تشوف انعكاس المصاب على وجه ابي عبد الله. خلنا نسأل زينب الجانت نبرا شلون وجه حسين وولد على صدره. زينب شلون الشهيد شلون حاله شلون هرول للولد وشلون شاله وكنا بجوا بالوديعة وكل هلأفة لازم أول تسألون شلون لفة. بعد أي سؤال واسألوني لما جابه إلى الخيمة شلون أمه شافته غرق بدمه. واسألوني بهالفجيعة اش حال سكنة شلون ركضت للأبو صاحت في حضنه. بعد في سؤال أخير ها واسألوني عن الساجد يوم دفنه يشيل صوب وصوب ثاني يطيح منه. وداه الحسين إلى الخيمة، ما هو حال ليلى بأبي وأمي؟ لكن بليلة شو الفكر يا حسين؟
حلو الاطباع لو عاينة جسمك يا عقلي موزع عزة وزينب ما تقدر تنظرك وانت يا بالنزاع لكن يعين الله على ضجتها النسام قاعد عنده سجب دمعة على روح وظل يصفج وسف راحين على روح وصاح بصوت يا زينب علي راح وانا الدنيا غدا الظلمة عليا وانا الدنيا غدا الظلمة علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره اللهم كن